السلام عليكم. رونالدو كريستيانو رونالدو، فخامة الاسم تكفي في عالم كرة القدم رغم الدورة الفاشلة في مونديال قطر، إلا وأنه يقعد صاحب الكرة الذهبية 5 مرات. رغم الدورة الفاشلة في مونديال قطر، إلا وأنه اسمه يقعد مربوط بالتتويجات. كل فريق يرغب في خدمة اللاعب يرغب في خدمته من أجل تتويج غاب عليه. بعد الإنجازات الكبيرة في مانشستر يونايتد ينتقل للريال مدريد من أجل الألقاب، واختيار الرئيس بيريز كان في محله. وأفضل من مر على فريق الميرينجي ينتقل اليوفي الإيطالي من أجل تشامبيونز ليج. صحيح يوفي ما فازش، لكن كريستيانو رونالدو يفوز بأفضل هداف في الفريق. بعد 6 مواسم يقضيها في مانشستر يونايتد، 9 مواسم في ريال مدريد، 3 في يوفي الإيطالي، كريستيانو رونالدو يعود للبيت القديم، يعود للمانشستر يونايتد، عودة من أجل العودة للإشعاع المحلي والأوروبي. بما أنه تقريبا فريق الشياطين الحمر من اللي غاب عليهم كريستيانو رونالدو، غابت عليهم الألقاب وغابت عليهم الأمجاد، لذا العودة متنجم كان تكون بعنوان العودة للألقاب العودة للأمجاد. شفنا احتفالات كبيرة من قبل جماهير مانشستر يونايتد تليق بالدون، موسم أول 30 مقابلة 18 هدف. الموسم الحالي كان بعنوان موسم المشاكل، موسم الإخفاقات بين كريستيانو رونالدو ومدرب الفريق إيريك تنهاج، اللي كان ما ثماش كرة يتعدى بيناتهم، وهذا بطبيعة أثر على مستوى اللعب. التأثير السلبي من قبل المدرب، حتى لو الاسم كريستيانو رونالدو ما النجم كان يرجع ليه بالسلب في مونديال قطر، مونديال الخامس والأخير بالنسبة للدون، المونديال اللي كان يحلم فيه بإنجاز، لكن للأسف الشديد تم تهميشه من قبل مدرب المنتخب البرتغالي. حتى لو كريستيانو رونالدو في سن 38 سنة، حتى لو الدون في أسوأ حالاته، ما ينجم كان يكون موضوع الصحافة العالمية. الدون اللي عودنا بالتحدي، الدون اللي عودنا أنه العمر مجرد رقم لا أكثر لا أقل. البعض كان يستنى في اللاعب أنه يقعد في مانشستر يونايتد، البعض الآخر يقول، بعض الأخبار تقول إمكانية انتقاله الباريس سان جيرمان الفرنسي، البعض ينتقل الرواية أخرى ويقول كريستيانو رونالدو باش ينهي مسيرته الكروية مع فريقه الأم سبورتينغ لشبونة البرتغالي. لكن لا هذا ولا هذا ولا ذاك، صحيفة الأس الإسبانية بعنوان عريض كريستيانو رونالدو في السويعات القليلة القادمة سيكون بقميص النصر السعودي، الخبر اللي فاجأ محبي الدون قبل منتقديه. النصر السعودي اسم على مسمى، بما أنه قام بنصر بالتعاقد مع الدون، بالتعاقد مع أفضل لاعب في العالم 5 مرات كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد. لكن صراحة النصر ذو تكلفة غالية. العقد ينص على انتقال كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي بعقد طويل الأمد إلى حدود 2030. صحيفة الأس الإسبانية تقول ممثلي النصر السعودي تلاقاو بممثلي كريستيانو رونالدو الثلاثاء الماضي، يعني 48 ساعة التالي، واتفقوا على جميع البنود، لذا النجم نقوله بصفة شبه رسمية بصفة 99% كريستيانو رونالدو نصراوي، كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي لحدود 2030. 7 سنوات ونصف بموجبها يتقاضى اللاعب في الموسم الواحد 200 مليون دولار. العقد سينقسم لجزئين، جزء أول الميركاتو الشتوي إلى حدود صيف 2025 كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، صيف 2025 إلى حدود صيف 2030، يعني 5 سنوات كريستيانو رونالدو سيكون سفير السعودية من أجل استضافة كأس العالم 2030 رفقة مصر واليونان، ويقعد يتقاضى في نفس الراتب اللي يتقاضاه كلاعب، وهو 200 مليون دولار سنويا. وللأسف الشديد في نهاية الحلقة من نجم كان نقول كنا شهود عيان، كنا شهود العصر على أشرس منافسة صارت في تاريخ كرة القدم، منافسة أشرس من منافسة بيلي مارادونا رونالدينو زيدان الفرنسي، ومنافسة ميسي الأرجنتيني كريستيانو رونالدو البرتغالي. تأسفنا لأنه نهاية اللاعبين كانت على عكس المنافسة اللي امتدت المدة 16 سنة. في المقابل الخاتمة كانت مغايرة 180 درجة على المنافسة الأزلية، ليونيل ميسي مع منتخب بلاده منتخب التانجو يفوز بكأس العالم مونديال قطر 2022، لقب اللي مازال ينقص البرغوث في خزانته. في المقابل كريستيانو رونالدو كان لاعب مهمش. ليونيل ميسي يكمل مسيرته مع بي اس جي الفرنسي، وإمكانية كبيرة الموسم الحالي يفوز برابطة الأبطال الأوروبية، اللقب اللي مازال ينقص الفريق
الباريزي ليونيل ميسي، وإمكانية كبيرة الموسم القادم نلقاوه مع الفريق الأم مع الكتالون الإسباني مع العملاق البرشلوني في المقابل كريستيانو رونالدو ينتقل لفريق النصر السعودي. وقت اللي نقول انتقل للنصر السعودي هذا راهو ما وش التقزيم، ما وش تقليل من قيمة الفريق السعودي، لأنه والحقيقة تقال لو الأندية العربية الكل يجتمعوا من أجل التعاقد مع الدون مع كريستيانو رونالدو احتمالية كبيرة يفشلوا، لكن النصر السعودي كما قلنا اسم على مسمى ينجح في استقطاب أفضل لاعب في العالم 5 مرات كريستيانو رونالدو، اللاعب صاحب الإنجازات الكبيرة مع مانشستر يونايتد ريال مدريد ويوفي الإيطالي. بالختام حظ موفق للدون في تجربته الجديدة، حظ موفق ليونيل ميسي بعد الفوز بكأس العالم، نستناو التجربة الجديدة لكريستيانو رونالدو، كريستيانو بالقميص العربي، نستناو التجربة الجديدة ليونيل ميسي بعد الفوز بكأس العالم، لأنه صراحة ليونيل ميسي بلغتنا احنا باللغة العامية سكر ستاج عملهم الكل. شنية ليونيل ميسي مازال اللي باش يعملوا نستناو. ختام النجم كان نقول حظ موفق للمنتخبات العربية، حظ موفق للمنتخب المصري، المنتخب الجزائري، المنتخب المغربي، حظ موفق للمنتخب السعودي، حظ موفق للمنتخب التونسي. في الختام كالعادة البياري ما تبقى كبش يقولكم تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.